Clásico, the legendary rivalry between FC Barcelona and Real Madrid, followed by over 500 million fans all over the world. This year, Beko calls all football fans to turn El Clásico into a worldwide celebration by creating the world's first global Mexican wave on Camp Nou's LED screens during the game. Go to BekoGlobalFanWave.com. Record your wave. Take your place in this historic football event and get a chance to win the ultimate three-day FC Barcelona experience and more. Join Beko Global Fanwave now. Be a part of this worldwide celebration. الكرة العالمية وأخبار محترفينا في الخارج، مش محمد صلاح بس عشان ما حدش يزعل، لكن عموما أخبار كتيرة جدا مع الصحفي الشاب المميز وسيم أحمد المتخصص في الكرة العالمية. برحب بك وسيم. برحب بك محمد، برحب بك هبه وبكل الساده المشاهدين، صباح الخير عليكم. اهلا بيكم. عندنا اخبار عالميه ابتديناها بالفيديو اللي كان معانا مع كل الساده المشاهدين، وافكار جديده بقى واضح ان هي هتكون موجوده في الكلاسيكو، نعرف ده منك. ده حقيقي، يعني يمكن دايما بحب اسلط الضوء على الامور في اوروبا، ازاي بيحاولوا ان هم يبتكروا ويعملوا حاجات جديده. والحقيقه ان مباراه الكلاسيكو طبعا يوم الاحد القادم الاسبوع المقبل في الكامب نو هتشهد حاجه جديده جدا بيعملها نادي برشلونه لاول مره. طبعا فين الجمهور دايما يمكن بيروح الاستاد ممكن كتير بشكل كبير هنا حتى في استاد القاهره او بيتابع المباريات في الاستاد، هلاقي دايما الجمهور بيعمل حركه الموجه، يمكن في حركه دي بتبقى شهيره جدا. ففي احدى الشركات الراعيه لنادي برشلونه الحقيقه قررت ان هي تنفذ تطبيق فكره اكبر موجه على مستوى العالم. موجه يشارك فيها الجمهور اللي بيحب برشلونه على مستوى العالم كله او بيحب ريال مدريد على مستوى العالم كله، كل واحد يسجل وهو قاعد في بيته بالموبايل بتاعه يسجل ان هو بيعمل حركه الموجه. يمكن نعرض يعني تاني الفيديو واحنا بنشرح، انت قاعد في بيتك بتصور نفسك وانت بتعمل حركه الموجه. هي دي الصوره اللي جت جنب انيستا اللي هي كانت في الموبايل. بالظبط، انت بتصور اهو، ممكن لو نقدر نعيد كده الفيديو هتبان بالظبط. فانت بتعمل حركه الموجه وبتبعتها، بتبعت للويب سايت على الاعلانات اللي موجوده حوالين الملعب. هيتم وضع كل الجمهور اللي بيشارك بالموجه دي بشكل متتابع فيبان الملعب كله. الناس بتفكر في التشجيع بس، بالزبط. وازاي تطور نفسها في التشجيع. بالظبط، بعض اللقطات اللي معانا طبعا بالظبط هي هتبان دلوقتي في بالظبط هتبان ان هو انت من كولومبيا، من مصر، من اسبانيا، من كل بلاد العالم تقدر تشجع زي ما احنا شايفينها كده على الشاشه. بالظبط، هتتحط بشكل متتابع في الملعب كله بحيث ان تبقى يعني اكبر موجه على مستوى العالم في وقت معين. بالظبط، انت بتصورها هيعمل كونكشن بحيث انه يصور الموجه ويبعتها في وقت معين. انت بتبعتها بالظبط وهم بيحطوها بشكل متتابع في وقتها. ففكره طبعا جميله جدا، وافكار بسيطه وجميله جدا يا وسيم. بالفعل بالفعل.